عبير لعبها، وكي عندي واحد الشك يقدر يدخل جبيرة بلاصة النهايري، فهمتي؟ يقدر يقول لك النهايري ما باقينا نص ساعة هادي، فهمتي؟ وي جبيرة لعب الماتش ديال الآلي، فهمتيني ولا لا؟ وي وي يقدر كلشي ممكن. شي هاد التشكيله حنا راه كنقولوا التمني ديالنا شنو كنتمنوا نشوفوا سيغ لو تيغان. اما ماشي المدرب ما عمرو غيبين لك شكون الفرقه اللي غيدخل، لانه عارف الشمشامه كاينين، كيوصلوا الاخبارات، كيعطوا كل شيء، غادي يكون على يقين انه التشكيله اللي غتدخل ما عندها علاقه بهذا الشيء كامل. لانه المدرب قال بانني انا بانني غندير تغييرات في التشكيله، قال دونك غادي يقدر يفاجئنا بشي اسماء ما كناش معولين عليهم. تفضل خويا. وبالنسبه للميلي اخويا كيبان لي كما قلتي انت قبل هذيك النقطه، في هذاك السيد اللي كان هضر دابا شويه قلتي بان الفرق ما بين المكعازي ونكوما، المكعازي كيلعب كره فهمتي، كيلعب السيلانج، كيلعب السيلانج، يقدر يعطيك كره، يقدر يعطيك اسيست، فهمتيني ولا لا؟ ماشي عكس نكوما، تعول عليه في كره تابيشه فهمتي، ضرب لك شي كره بالراش، كره طويله، يقدر يعطيك شي باس طويل ديغنيغ لي ديفونسور، ما كيدير هذا الشيء اللي كاين. ماشي وميمشيش في الجناب، عاوتاني نقوم عنده مشكل ما كيقدرش يمشي بكره في الجناب ويسونطر. مكعازي يقدر يديرها، واش قيد شويه في الكونتراتاك فهمتي ولا لا، باش يزلك الكره يسترجع ويتلقى دغيا شويه، كيبين اللعب ديالو. غير هو انا بالنسبه ليا الا ما كانش العرجون، وكنقولها وتنعاودها، الا ما كانش العرجون كانت استحاله انه يلعب، فخص نقوم يلعب، لان نقوم كيعطي واحد الكثافه، راه شفنا فاش دخل الدوزيام ميطا الماتش ديال لاري، كيعطي واحد القوه لوسط الميدان، وكيعاون في لا ريكوبيراسيون، لا في كواي العاديين ولا كواي دي فلوب، تيعاون في لا ريكوبيراسيون باش ليه طوال كينفع. دونك انا الاستراتيجي اللي كتبان لي خاصو يسير بها المدرب الماتش، هو انه فهمتي في الاول ديال الماتش ما يزربش في هذيك الخمس دقائق الاولى. وي حتى شفتي فهمتي في الالي. وي فهمتي الزربه وديك الدهشه الاولى وكذا، خصوصا دابا حنا وسط الجمهور ديالنا، قدر هذاك الجمهور يتجرب ضدنا فهمتي، تقدروا اللاعبين فهمتي يدعقوا شحال من حاجه، ماشي نبقاو نقولوا للجمهور راه الضغط على الاهلي، يقدروا الاهلي يستغلوا ذاك الضغط فهمتي ديال الجمهور. تماما هذه ما فيها شك، ما خص التصرف، كي خصنا نوقفوا مزيان في لا ديفونس، نضبطوا كره، نتحكموا في الكره، كل احتكاك الكره نشدوها ولعبوا على الكره. ماتش ديال الفيطا كنا فهمتي حنا باغيين ماركيو كثر من الاهداف فهمتي، المهم بنادم ما يزربش حاجه، عندنا ماتش، عندنا بيش واحد فهمتي، بيش واحد هو اللي عندنا خاصنا ماركيو، ماشي شي حاجه فهمتي، عندك 90 دقيقه فهمتيني ولا لا؟ يعني بنادم اللاعب ما خاصهمش يزربوا في البدايه، تدخل بهذيك الخطه، انا كتبان لي الخطه المناسبه في البدايه ديال الماتش هو تدخل الدفاع، راه معروف شكون هيلعب فيه، الميليو تلعب يا اما بزريده ونقومه ولا زريده ومكازي، والهجوم كيبان لي انا من الاحسن فهمتي، هذاك الشوط الاول خاص يكون الضغط فهمتي، ماركي وديك الساعه فهمتي نزيرو الوش شويه، كيبان لي الهجوم وحداد في الوسط في راس حربه والهبطي في جناح ايمن، هذا الشيء اللي كيبان لي، ومتولي في الميليو مع زريده ومع المكعازي، ولا زريده ونقومه، ومتولي الوسط فهمتي كصانع العاب، حتى الكواري تهجم عليهم في الاول، تقضي الغرض عاد ديك الساعه تقدر تحيد بن جديده وتدخل نقومه فهمتي، تهرس لهم اللعب. انت قلتي بن جديده يلعب هو الهبطي بجوج. بن جديده والهبطي كاجنحه هو محمد عبد ها انت شوف علاش انا شفتني وصف صعيب، وانا نقول لك علاش نقول لك صعيب، لانه اول حاجه انت الا لعبتي بن جديده ولا هبطي مع احداد، معنى هذا خويتي واحد اللعاب من الميليو الثاني، لان هاد اللعابه بجوجهم الهبطي ولا زريد ولا الهبطي ولا الاخر بن جديده ما عندهمش بزاف مع لا ريكوبيراسيون، يعني خويتي لعاب من الوسط، هذه وحده، ملي خويتي لعاب من الوسط اش وقع؟ ولا غيوليو هما بحال داكشي اللي طلعنا في لالي، لالي باش كلاونا من الميليو الثاني كان خاوي داكور. دونك حنا انا بالنسبه لي هذه الخطه اللي قلتي مزيانه، ولكن خصك تكون جربتيها في شي ماتش ديال الشامبيون، كتجربها وكتشوف الفرقه الاخرى لا رياكسيون ديالها، واش غتحكم في الميليو او لا حنا غنبقاو متحكمين، واش دوك ثلاثه المهاجمين غنبقاو ضاغطين في الكاري ديالهم هما ما يقدروش يكونوا هجومات ضدنا، واش هادي؟ وكتجربها ماشي مع فرقه صغيره، كتجربها مع فرقه اللي قويه اللي موافقه تنافسك على الالقاب،
فهمتي دير الصفوف الاماميه وكتجرب ديك الساعه صدقات كتلعب، اما دابا انت ماتش ديسيزيف ما جربتيهاش حتى فنالي وغدينا في النوتشوف في الميدان ديالك ماتش ديسيزيف ما يمكنش تفكر خصني ماركي لا خصني ندخل ثلاث المهاجمين نو خصني ندخل الخوف اللي كندير هو اللي كيخليه او لا يخرج علينا لا ما يخرج علينا ما والو. شوف هذا خوف اللي هو منطقي كيخصنا. شوف حنا لاطاك الا كان عندنا احداد مع الهبطي راه ديجا مزيانه ما تنساش مين تولي. شنو الدور ديال الهبطي في الهجوم؟ جناح ايمن باش كيبقى باش كيقلب كره ليسر كيدخل لوسط الملعب، يا اما كيتيري يا اما كيدير سونتاج اونفلوبي يا اما كيعاود يكروشي ويمشي سونتري عاوتاني من اليمين. هذا هو الوظيفه ديالو، لانه حنا فرقه ديال الاهلي صعيب باش دوز من الوسط. هني راسك الوسط عندهم الوسط قوي في لا ريكوبيراسيون، عندهم لاكس حتى هو سو كي في صعيب باش تدخل من الوسط. حنا الحل ديالنا غدا خصنا ندوزو من جناح، خاصك لاعب اللي هو جناح وعاد هادشي اللي قلت لك انا. هادشي اللي قلت لي انت كتقول لي بن جديده ما يمكنش يكون غدا. واش فهمتي كيفاش؟ ما يمكنش تلعب بدوزيلي غدا، ما تلعبش طواز اتاكو غير هني راسك. لعبتي طواز اتاكو كلاوك الاهلي، خاصك تلعب بدوز اتاكو اللي فيهم واحد مهاجم اللي كيدير لا بروفوندور يعني عمق هجومي، وعندك لعاب اللي هو جناح كيمشي في الجناب باش كيجرهم، لان داك اللعاب اللي كيمشي في اليمن وكيجر اش كيدير؟ كيخلق لو ديكالاج في لا ديفونس راه كديكالا، كيولي لي زانترفال ما بين مدافع ومدافع، كاين منين دوز الكره باش غدوزها خصك لعاب اللي كيجرها لا لين دي كورنر. ولكن الوسط كيخص يكون قوي، الوسط خصو يكون عامر باش ما تخليش اون فرصه يقول لك هجوم مضاد ياكلوك. عرفتي واحد السرعه باش كيديروا هما الكونتر اتاك كيديروا واحد السرعه كبيره، دونك كيخصك الوسط يكون واقف. هذا واحد ما تخافش شي هاد القضيه كيكون الوسط عامر راه حنا نهاجموا راه غنهاجموا وغنخلقوا هجومات ما تخافش، لان عندنا الكازي عندنا ميتولي. واش فهمتي؟ ما عندناش مهاجم اللي فهمتي غتحطه في الوسط فهمتي في الهجوم ويقضي لك الغاره فهمتي. انت خاصك تلعوين، ما عندكش مثلا مارونغو، كان مارونغو ولا الرحيم الا حطي شي فهمتي تسعود ولا ثلاثه كيبقاو دايرين معاه الاحتياط فهمتي. ما عندناش شويه احد اللي كيتحرك شويه ومع الهبطي يضر فهمتي. الهبطي هذوك المراوغه ديولو عارف الهبطي وي بقاو دايرين معاه اتونسيون فهمتي. هاد التشكيله اللي قلتي راه مزيانه، غير هو انا كنقول لك بانه ملي تحيد واحد تحيد من جديد تخليه هو القدر بهم ودير وتخلي احد تما ودير معاه الهبطي. ما تنساش هادو جوج مهاجمين غيكونوا وراهم جوج مهاجمين اخرين اللي هما متولي واللي هو داك المكعازي. راه عندك اربعه ديال المهاجمين في هاد الفرقه صح. انا سيوس كيبان لي في هاد الماتش بديك القضيه ديال ورقه رابحه، خاصنا الماتش فهمتي قد ما في الاول ديال بروميير ميطا ولا شنو قضينا الغارات ركبنا فهمتي في مصلحتنا. غتلعبوا بلاصه الهبطي مثلا غتلعب بحداد الهبطي. حيتاش هاد الماتش خاص سي راشيد طاوسي يلعب فهمتي، خاصو يماركي، خاص الفرقة لا بغيتي تدوز خاصك تماركي. كاينة بغيتي تهاجم وتماركي راه كاينة طريقة أخرى فهمتي، كاينة طريقة أخرى كيمكن لك تلعب كيما قلت قبيلة، أنه كيكونوا دو ريكوبيراتور فيكس يعني ديما موجودين، ديما كتلقاهم في كونتر أتاك كيكونوا واجدين اللي هو زريدة والعرجون. زريدة والعرجون يكونوا بجوج واقفين تما، علاش خصهم يكونوا ديما واقفين؟ باش نستافدو من الصعود ديال مذكور، حيت ما عندناش جناح، غنستافدو من الصعود ديال مذكور ونستافدو كذلك من الصعود ديال ناهيري، باش ملي تكون كونتر اتاك يكونو ديما هادوك الجوج لي ريكوبيراتور، مي يكون الزريده كيسيح في التيران كيما بغا، حيت الطاوسي راك شفناه في الماتشات الاخرين كيعطيه ليبر كيعطيه يلعب كيما بغا في التيران، وهادشي في هاد الماتش خصو يكون. هاد الماتش خصو يكون، راه شفنا في الماتش الاهلي في الالي اللي لعبنا معاهم في ماسا شفناهم كيفاش كيحلوا لك الدفاع، واحد في الليسر واحد فهمتي ولا لا؟ لعيبه ديالنا ما كيعرفوش فهمتي كيتشد لهم التفكير في الدفاع. ها انت شوف كيشد هذاك الدومي سونتر ديالهم لما انت تعطيه السوليه غير كيشد الكره. ها انت شوف السوليه ما كيشد الكره، تيبان لك ديانج ياك ذاك الميليو تاعنا ذاك الافريكان اللي عنده وذاك افشا بجوجهم اش كيديروا؟ كيتبلصوا من ورا الدولاره ديال السونتر من وراها وكيوقفوا باش كيتسناو الكره، كيعطيها لهم واحد الباس ديال 30 متر كيعطيها لهم ذاك السوليه
كيشدوها وكيخلقوا بها الهجمه في ليلي كيمشيو بها. راه هذه هي كره كيمشي هما كيقطعوا المسافات كيعطيو باس ديال 30 متر ما كيلعبوش بحالنا حنا كره قصيره. دونك دغيا كيختصروا الميدان بجوج باسات ثلاثه كيوليو عندك في الكار. دونك اذا ما عندكش لعابه اللي كيحبسوا داك ديانك وداك افشا هذوك اللي كيخرجوا يطلبوا الكره من عند السوليه في الوسط كيخصهم يكونوا واحدين واقفين ليهم تما. الا ما عندكش العرجون وما عندكش زريده زريده غدا يلعب غير يلعب غوليو ريكيبيراتور هو والعرجون ويحبسوهم تما يقطعوا لهم المودو تما ما يخليهمش يطلعوا البالون راه ما نقدروش حنا ننجحوا في لي كونتر اتاك ديالنا. متفق معك سي يوسف انا كيبان ليا بعدا خاص قد اللعابه فهمتي عامل زربوش حتى شبيش واحد قرار كبير واحد لا زربوش يقدر يجي في دقه 90 يقدر يجي في دقه 80 يقدر يجي ديما ديو في راسنا حنا غنماركي ولكن نضموا راسنا باش ما يتماركاش علينا ما يتماركاش ما ماركين راك عارف القضيه قد ما ماركين حنا فهمتي في الاول ديال الماتش ماشي في مصلحتنا وي وي راه غادي يضغطوا هما باش يتعادلوا غادي يديروا مجهود كبير وغادي وغادي ماركو هما لا ماركي تي تاعي وضغطوا عليك انت كبرتي عليك الماتش فهمتي حضروا في اي لقطه ماركي ولا في البيج او شي تاعك ولا هما دازوا فهمتي ولا لا حنا كيخصنا دائما خاص اللعاب فهمتي يتركضوا فهمتي الماتش راه كبير وكاين الجمهور دابا اللعاب عندنا راه مول فيه الجمهور دابا خاصنا حنا هما اللي عندهم الضغط الجمهور يضغط عليهم فهمتيني ولا لا خاص اللعاب يعرفوا بان راه عندهم بيش واحد خاصهم يعرفوا كيفاش يماركيو وفي الوقيتين اللي خاصو يجبو فيه ويماركيو واخا واخا خويا خالد شكرك اخويا خالد عطيناك بزاف ديال الوقت اخويا كي اخوان بغا يدوزو تا هما فمرحبا بك مره اخرى وشكرا حتى تدخل الله يكون خير.